أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي في درس من دروس الجغرافيا ألا وهو المناخ في مصر. بنتكلم في المناخ في مصر على العوامل المؤثرة في المناخ ومناخ مصر في فصول السنة الصيف والخريف والشتاء والربيع، وطبعا وهب الله مصر مناخا معتدلا معظم فصول العام ساعد على الاستقرار البشري منذ القدم، أدى ذلك إلى بناء حضارة مصرية عريقة على مر العصور، واهتم الإنسان المصري منذ عهد الفراعنة وحتى الآن بدراسة المناخ لما له من تأثير مهم على كل نواحي ومظاهر الحياة، خاصة عمليات شباب الزراعة وإقامة التجمعات العمرانية. وفي العصر الحديث اهتمت الدولة بإنشاء محطات الأرصاد الجوية لدراسة عناصر المناخ وتأثيرها على حياة الإنسان. في الدرس ده بنتكلم على أول حاجة بنتكلم عليها، ما هي العوامل المؤثرة في مناخ مصر. العوامل المؤثرة في مناخ مصر يا شباب عندي الموقع الفلكي وعندي الموقع الجغرافي ومظاهر السطح اللي هي المرتفعات. الموقع الفلكي اللي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول وده العرض، طبعا يتميز طبعا ان مصر مناخها بشكل عام الدفء شتاء وارتفاع درجة الحرارة صيف والاعتدال خلال فصل الربيع والخريف. لذلك لاحظ ان الموقع الفلكي في مصر، تقع مصر بين دائرتي عرض يا شباب اللي هي 31 36 و 22 شمالا، يعني 31 36 و 22 شمالا زي ما احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت، يعني شمال دائرة الاستواء. ترتب على ذلك يا شباب، ترتب على ذلك ان وقوع مصر او وقوع معظم مساحة مصر في النطاق المداري الجاف الصحراوي الذي يمتد بين دائرتي عرض 18 و 30 شمالا، اللي بيمتد بين 18 و 30 شمالا، بمعنى ان معظم مناخ مصر زي ما احنا قلنا يقع في النطاق المداري الجاف الصحراوي ما عدا الاطراف الشمالية من مصر. يبقى اتكلمنا دلوقتي على الموقع الفلكي. الموقع الجغرافي يؤثر موقع مصر بالنسبة للمسطحات المائية واليابس تأثير واضح. طيب من خلال يا شباب؟ من خلال الموقع بالنسبة للمسطحات المائية. هناخد مثالين في المسطحات المائية، يعني لو بصينا على مدينة زي مدينة أسوان وبصينا على مدينة ساحلية زي البحر المتوسط، في فرق كبير جدا طبعا. تأثير البحر له تأثير كبير يا شباب على على هذه المدينة. يساعد القرب من المسطحات المائية على قلة المدى الحراري، قلة المدى الحراري اليومي والفصلي. طب واحد يقول لي لو سمحت مستر يعني ايه المدى الحراري اليومي؟ لو جينا قلنا المدى الحراري اليومي هو الفرق بين متوسط درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى خلال اليوم الواحد. متوسط درجة الحرارة، يبقى متوسط درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى طبعا ده فين يا شباب؟ خلال اليوم الواحد طبعا لمنطقة ما. المدى الحراري السنوي اللي هو الفصل، يعني الفرق بين متوسط درجة الحرارة الأعلى طبعا شهور السنة، يعني لأحر شهر من شهور السنة، ومتوسط درجة الحرارة لأقل لأبرد يعني شهور السنة لمنطقة ما. يبقى احنا عرفنا دلوقتي المدى الحراري اليومي والمدى الحراري السنوي، بالإضافة كمان هضيف لك عليهم الرطوبة. الرطوبة اللي هي نسبة كمية بخار الماء اللي بيبقى موجود فينا شباب، اللي بيبقى موجود في الهواء، إلى كمية بخار الماء التي يمكن أن يتشبع بها الهواء. يبقى احنا لو جينا بصينا على المسطحات، القرب من المسطحات المائية، القرب من المسطحات المائية يؤدي إلى قلة المدى الحراري اليومي طبعا والسنوي اللي هو الفصلي. يتضح ذلك من خلال مقارنة درجة الحرارة في المدن الساحلية مع المدن الداخلية، زي ما احنا قلنا المدن الداخلية زي مثلا أسوان. طبعا زيادة معدلات الرطوبة النسبية طبعا بتبقى في المدن الساحلية. يبقى زيادة معدلات الرطوبة طبعا النسبية في المدن يا شباب الساحلية. ننتقل إلى جزئية تانية، جزئية اللي هي الموقع بالنسبة لليابس. الموقع بالنسبة لليابس
أثر في مناخ مصر كالتالي، يعني واحد سيادة المناخ القاري في المناطق الداخلية. عارفين إن المناطق الداخلية هي مناطق بتبقى داخل شباب الإيه، داخل الدول وداخل القارات، بتبقى مناطق داخلية مناطق قارية. فالمناطق دي يا شباب بتبقى درجة الحرارة فيها بتبقى يا شباب شديدة. يبقى سيادة المناخ القاري في المناطق الداخلية التي تتمثل معظم إيه مساحة مصر. طيب إيه تاني؟ ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا خاصة في أواخر فصل إيه الربيع وأوائل فصل الصيف، بسبب يا شباب بسبب الموجات الحارة التي تأتي من النطاق الصحراوي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن تنخفض درجات الحرارة بوضوح في فصل الشتاء. بتنخفض درجات الحرارة بوضوح في فصل الشتاء بسبب إيه؟ الموجات الباردة. يزيد المدى الحراري اليومي والفصلي وتطرف في درجات الحرارة. طيب اديني مدينة بقى بيحصل فيها. تعد مدينة المنيا أكثر جهات مصر تعرضا ليه يا شباب؟ للتطرف. تاني براجع الجزئية لأنها صعبة شوية. لو جينا اتكلمنا على سيادة المناخ القاري، سيادة المناخ القاري في المناطق الداخلية طيب التي تتمثل معظم مساحة مصر. طيب بتتمثل مصر مساحتها يعني، أو بتمثل معظم مساحة مصر. ترتفع درجة الحرارة ارتفاع كبير. يبقى ترتفع درجة الحرارة ارتفاع كبير طيب خاصة في أواخر فصل الربيع، لأنك داخل خلاص على الصيف، وأوائل فصل يا شباب الصيف، بسبب الموجات الحارة التي تأتي من الصحراء. طيب تنخفض درجات الحرارة بوضوح في فصل الشتاء بسبب الموجة اللي موجة البرد. تمام كده يا شباب. يزيد المدى الحراري اليومي والفصلي وبيحدث تطرف في درجات الحرارة. بنلاقيها فين يا شباب؟ في المنيا. تعد محافظة أو تعتبر مدينة المنيا أكثر جهات مصر تعرضا ليها شباب للتطرف الحراري. طيب تأثر مصر بالضغط الجوي اللي هو بيبقى فوق شرق قارة آسيا، فوق آسيا وشرق أفريقيا صيفا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. تاني الحتة دي، تأثر مصر بالضغط الجوي فوق آسيا، أيوة طبعا بتتأثر، وشرق أفريقيا أيوة طبعا بيتأثر صيفا، تمام، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة. يبقى هنا بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، طبعا خد بالك هنا إيه صيفا، يبقى تأثر مصر بالضغط الجوي اللي هو إيه فوق قارة آسيا وشرق أفريقيا صيفا. يبقى هنا صيفا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة. طيب مظاهر السطح لو اتكلمنا عليها أهو، تأثر مصر بحالة الضغط الجوي، زيادة المدى الحراري، انخفاض درجة الحرارة بوضوح، تمام كده، يبقى على طول موجة إيه؟ باردة. طب ارتفاع درجة الحرارة يبقى موجة حارة، جاية منين؟ جاية من الصحراء يا شباب. بنتكلم على جزئية تانية مهمة اللي هو مظاهر السطح. مظاهر السطح اللي هي إيه؟ المرتفعات. لما نتكلم على مظاهر السطح المرتفعات، تعد مظاهر السطح من العوامل المؤثرة في مناخ مصر. طيب هنتكلم على حاجتين، نتكلم على الحرارة وبنتكلم على ايه المطر. الحرارة يا شباب والمطر، قالك الحرارة معظم الأراضي المصرية أرض سهلية، صح، قليلة الارتفاع، صح، لذا لا يؤثر السطح على درجة ايه الحرارة باستثناء المناطق الجبلية المرتفعة، باستثناء المناطق الجبلية المرتفعة كجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر. تمام كده. طيب المطر، المطر يؤثر اتجاه او يؤثر اتجاه المرتفعات على كمية الامطار. كل ما الجبل بيبقى اتجاهه موازي او مواجه للرياح، طبعا المحملة ببخار الماء، بيبقى سقوط الامطار زي ما اخدنا قبل كده، وتبقى مناطق غزيرة المطر امام الجبال وخلف الجبال بتبقى مناطق ظل المطر. لا انا بتكلم بقى يؤثر اتجاه المرتفعات على كمية الامطار الساقطة. ولاحظ ان عدم وجود مرتفعات على طول السواحل الشمالية لمصر ساعد على ايه؟ توغل، ساعد على توغل الرياح الشمالية العسكرية، الرياح الشمالية والعكسية الشمالية الغربية. يبقى هنتكلم على المطر. رقم اتنين، المطر يؤثر اتجاه المرتفعات على كمية الأمطار الساقطة. ويلاحظ أن عدم وجود مرتفعات على طول السواحل الشمالية لمصر ساعد على توغل الرياح الشمالية والعكسية
الشمالية الغربية الملطفة إلى الداخل، يعني إيه، وسقوط أمطار كمان إيه شتوي، وسقوط أمطار شتوي. بننتقل إلى جزئية كمان يا شباب، اللي هي بنتكلم على مناخ مصر في فصول السنة. مناخ مصر في فصول السنة، أحوال مصر يعني، أحوال مصر المناخية في فصول السنة. عندي في شهور مثلا الصيف يبقى يونيو ثم يوليو ثم بعد كده أغسطس، يبقى فصول أو فصل الصيف بيبدأ من، طبعا احنا عارفين 21 يونيو ده بداية التوقيت أو بداية الصيف في مصر. يبقى طبعا يونيو ويوليو أغسطس طبعا الثلاث شهور دول هنقول عليهم فصل يا شباب، فصل الصيف. الحرارة في فصل الصيف بترتفع طبعا درجة الحرارة. طيب واحد يقول لي ليه ترتفع درجة الحرارة؟ لتعامد الشمس على مدار السرطان في جنوب مصر، فترتفع درجات الحرارة في مصر بصفة عامة. يبقى لما يجي لي سؤال مهم جدا، ترتفع الحرارة على مصر بصفة عامة ليه يا شباب في فصل الصيف؟ لتعامد الشمس على مدار السرطان. هنا جه دور الخريطة. الخريطة هنيجي نقول فين مدار السرطان؟ ادي مدار السرطان جنوب الاراضي المصرية. يبقى انا عندي، فاكرين لما احنا قلنا ده الموقع الفلكي، تمتد مصر بين دائرتي عرض 22 31 36 شمالا، وقلنا شمالا الاثنين ليه؟ لان هما شمال دائرة الاستواء، والسرطان عندي معروف 23 نص شمالا. يبقى اذا بتكلم على جزئية مهمة جدا، تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان في الجنوب، في جنوب مصر يعني طبعا، فترتفع درجات الحرارة في مصر بصفة عامة. وجود اختلاف في درجات الحرارة داخل الأراضي المصرية، نعم، في هل المناطق المرتفعة زي المناطق الساحلية زي المناطق اللي في قلب الصحراء؟ طيب تنخفض درجات الحرارة نسبيا مقارنة بباقي المناطق. لو جينا بصينا على الجهات الشمالية طبعا بتقل فيها درجة الحرارة بسبب تأثرها بإيه؟ البحر المتوسط. طيب جميل. طب جنوب سيناء، جنوب سيناء طيب بترتفع طبعا بسبب ايه؟ طبعا ارتفاع السطح، يبقى على طول ايه؟ تنخفض درجة الحرارة. يبقى في المناطق الجنوبية من سيناء وخاصة المناطق المرتفعة بتنخفض درجات الحرارة بسبب ارتفاع السطح. طيب المناطق ذات المناخ القاري بشكل ملحوظ بنلاقي فيه طبعا اللي هي درجة الحرارة بتبقى فيها شديدة. احنا قلنا المناخ القاري خدناه قبل كده، اللي هو مناخ شديد الحرارة صيفا وخاصة بالنهار، شديد البرودة شتاء وخاصة بالليل. يبقى لما نيجي نتكلم على المناطق الداخلية ذات المناخ القاري بشكل ملحوظ أثناء الليل بتقل درجة الحرارة بسبب البعد عن المسطحات المائية، يبقى تنخفض درجة الحرارة نسبيا مقارنة بباقي المناطق. في الجهات الشمالية بسبب تأثرها بالمسطحات المائية، جنوب سيناء عشان في ارتفاعات، المناطق الداخلية ذات المناخ القاري بشكل ملحوظ أثناء الليل بسبب البعد عن المسطحات المائية. تمام كده يا شباب؟ طيب الرياح، تهب الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. دائما الرياح لما بتهب سواء كانت غربية أو تجارية اللي هي شرقية، بتيجي لنا من مناطق ضغط مرتفع إلى مناطق ضغط منخفض. تهب الرياح الشمالية التجارية خلاص من البحر المتوسط، وهي رياح جافة ومعتدلة في سرعتها، وبتلطف درجة الحرارة، جاية من ناحية البحر المتوسط، يبقى إذا تلطف درجة الحرارة. تتعرض مصر للرياح الشمالية الشرقية اللي جاية من إيه؟ من آسيا، يبقى رياح شمالية شرقية. طيب الأمطار، يندر المطر في مصر في فصل يا شباب في فصل الصيف. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على ايه؟ هنشرح الخريطة افضل. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على فصل الصيف من شوي، عرفنا ان درجات الحرارة بتختلف، ولكن في الغالب معظم ان احنا درجة الحرارة بتبقى مرتفعة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان. وعرفنا في مناطق في استثناءات فيها بتقل، قلنا ايه درجة الحرارة بتقل بسبب السواحل. يبقى اذا المدن الساحلية زي ما انت شايف كده بتقل فيها درجة الحرارة لانها قريبة من المسطحات المائية. وعرفنا المناطق المرتفعة في سيناء
طبعا المناطق المرتفعة دي برضو بتقل فيها درجة الحرارة نسبيا بسبب الارتفاع. وعرفنا المناطق القارية برضو بتبقى دي بس في الليل، السحارة تبقى في النهار، بتبقى في الليل لأن بتبقى ايه يعني درجة الشمس بعيد، وفي نفس الوقت كمان بعيد عن المسطحات المائية، فبتاخد نسبة الايه الايه قلة درجة الحرارة. يندر سقوط المطر في الصيف. ايوه يندر سقوط المطر في الصيف، يبقى مطر مصر طبعا احنا عارفين مطرنا يا شباب في مصر في ايه الشتاء، ولكن لو سقط مطر في الصيف بيبقى على هيئة سيول وبتبقى كوارث والعياذ بالله. فصل الخريف، نبدأ بقى فصل الخريف، يبقى سبتمبر اكتوبر نوفمبر، يبقى 3 فصول. يعد فصل الخريف فصلا انتقاليا بين ايه بين الصيف والشتاء. ما احنا خلاص خلصنا الصيف اغسطس، نبدأ بقى ايه ها الشتاء، نبدأ الشتاء، الشتاء نبدأ نبدأ الخريف عفوا سبتمبر اكتوبر ونوفمبر. طيب ديسمبر 21 ديسمبر يبقى الشتاء، وهكذا. تمام كده شباب، يبقى يعد فصل الخريف فصلا انتقالا انتقاليا بين الصيف والشتاء. طيب لو جينا اتكلمنا على الحاجتين اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هو الحرارة، وبنتكلم على الرياح مصحوبة بالأمطار أم لا يسقط فيه مطر في الوقت ده، هنشوف الخريف. الخريف يعني عرفنا إن هو انتقالي، وعرفنا حاجتين قبل كده، ما هما الاعتدالين؟ الاعتدالين بيبقى الخريف والربيع، بيبقى درجة الحرارة في النهار زي درجة الحرارة في الليل، لأن في الخريف يا شباب معلومة ليكم وفي الربيع تتعامد الشمس على مدار السرطان، تتعامد الشمس على مدار السرطان، فبيبقى النهار قريب من الليل في درجة الحرارة، فبيبقى إيه؟ لذلك يطلق عليهم الاعتدالين. نيجي نبص بقى على الحرارة في الخريف، وإن الخريف سبتمبر أكتوبر نوفمبر تتعامد الشمس على دائرة الاستواء. طيب نبص كده، في هنا في مصر دائرة استواء؟ لا، احنا قلنا جنوب مصر دائرة أو مدار السرطان، يبقى احنا بننزل طبعا اهي وبنعدي كمان ايه خلاص، وركز معايا كمان السودان في الأطراف من جنوب السودان، وبننزل تحت كده في المنطقة الاستوائية بنلاقي خط يا شباب، يبقى إذا خط الاستواء بعيد جدا عن مصر. أيوه بعيد جدا، الدرجة بتاعته بتساوي صفر. تمام، درجة الاستواء بتساوي صفر، والسرطان فوق منه بيساوي 23. تمام، 23.5 اللي هنا ده، يبقى إذا أنا عندي إيه الاستواء ليس موجود في مصر، ولكن اللي موجود في مصر أو جنوب مصر مين يا شباب؟ ها اللي هي قلنا مين؟ يبقى السرطان. نيجي نقول تهب رياح شمالية وشمالية غربية، يبقى في الخريف بتجينا رياح شمالية وشمالية غربية. طيب المطر، احنا قلنا الرياح دائما اذا اختلفت درجة الحرارة تؤدي الى اختلاف الضغط، الضغط ايه عارفين مرتفع الى منخفض يؤدي الى ايه هبوب الرياح او جذب الرياح، الرياح تؤدي الى ايه لو مصحوبة بيئة إيه؟ مصحوبة بيئة الماء طبعا خلاص كده شباب، اللي هو ايه تؤدي الى سقوط الامطار. يبقى انا عندي دلوقتي الامطار، يبدأ سقوط المطر القليل على الساحل الشمالي، يبقى احنا هنا في خريف يبدأ مطر او يبدأ سقوط المطر القليل، قد تسقط الامطار فوق جبال البحر الاحمر وجبال سيناء، وعادة دايما بتبقى يا شباب بتبقى سيول متدفقة ممكن لعدة ايام وتسبب كوارث وتدمير. يبقى تاني احنا عرفنا دلوقتي المنظومة، فصل الخريف هنتكلم على 3 شهور، يبقى سبتمبر اكتوبر نوفمبر. هنيجي نتكلم على ايه الحرارة، الحرارة تتعامد الشمس على دائرة الاستواء مما يؤدي الى احنا قلنا الاعتدالين، يبقى اعتدال درجة الحرارة في مصر بصفة عامة، نفس القصة برضو الخريف ايه الربيع. الرياح بقى عندي الرياح الشمالية والشمالية الغربية. طب المطر، يبدأ سقوط المطر القليل بس على السواحل، وقد تسقط الأمطار فوق الجبال العالية وخاصة جبال البحر الأحمر وجبال جنوب سيناء، ودايما بتبقى مصحوبة أو بتبقى نظام سيول، وطبعا دي مدمرة وبتعمل كوارث في المدن القريبة من إيه البحر الأحمر أو إيه المثلث الجبلي الجنوبي في سيناء. نيجي بقى يعد فصل الخريف أفضل فصول السنة. أيوة نيجي نقول المعلومة دي، أيوة فعلا فصل الخريف يعتبر إيه
أفضل فصول السنة بسبب اعتدال درجة الحرارة، عدم وجود تطرف مناخي كما يحدث في الربيع. يبقى هنيجي نبص على الربيع، لا في تطرف مناخي، بس الأول هناخد الشتاء الأول ثم بعد كده إيه الربيع. ماشيين جزئية جزئية زي ما احنا بنقول كده. نيجي بالراحة كده نتكلم على أحوال مصر المناخية في فصل الشتاء. تمام كده شباب، هنتكلم على برضو نفس القصة. فصل الشتاء قلنا تلات شهور، ديسمبر شهر 12، يناير شهر 1، فبراير شهر 2. عرفنا ان 3 شهور فصل الشتاء. طب هنتكلم على برضو الحرارة، هنتكلم على الرياح، وهنتكلم لو في مطر هنتكلم. ولكن طبعا احنا عارفين في الاول ان مطرنا مطر شتوي، ولسه عارفين معلومه في الخريف ان بيبدا بدايات المطر ولكن على السواحل، وقلنا على القمم العاليه جبال البحر الاحمر والمثلث الجبلي في جنوب سيناء، وبتعمل كوارث لان بتبقى نازله على هيئه سيول. نيجي نتكلم بقى على الشتاء وعلى الخريطه، هنشرح على الخريطه لافضل حاجه. لو بصينا على الخريطه بتاعتنا يا شباب، الخريطه في الحراره بقى تتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي. فين مدار الجدي في مصر؟ لا مفيش خالص مدار جدي، عرفنا من شوية، ولا كمان حتى مدار السرطان. امال احنا عرفنا ايه مدار، عفوا، دائرة الاستواء. احنا لسه من شوية قايلين لا في استواء ولا في جدي، يبقى في عندنا يا شباب مدار السرطان. يبقى هنا عندي دائرة مصر الجنوبية 22، تمام كده، وفوق هنا هي السرطان هنا، تمام كده. يبقى انا عندي دلوقتي بتكلم على السرطان. طب انا عندي في الشتاء تتعامد الشمس على مدار السرطان؟ لا، تتعامد على مدار الجدي. يبقى بص على الخريطه، بنزل بلاقي الاستواء تحت، بعد الاستواء بلاقي مدار الجدي. يبقى اذا يبقى تعامد في المنطقه او في نصف الكره الجنوبيه. لو بصينا على افريقيا، يبقى نصفها الجنوبي هيبقى صيف، واحنا هنبقى النصف الشمالي، ان مصر في نصف الكره الشمالي هنبقى شتاء. لذلك تتعامد الشمس على مدار الجدي فتنخفض درجات الحراره بشكل عام بمصر. تمام، انخفاض درجات الحراره في مصر خاصه في المناطق الجبليه والمناطق الداخليه، طبعا بتنخفض درجه الحراره. تهب على مصر بقى في فصل نوعين من الرياح، فصل الشتاء يعني. عندي الرياح العكسية الشمالية الغربية، وعندي الرياح الشمالية التجارية. يبقى مصر في فصل الشتاء بتيجي لها نوعين من الرياح، رياح العكسية الشمالية الغربية، ودي نتيجة مرور منخفضات جوية أو انخفاضات جوية فوق البحر المتوسط. يبقى هنا الرياح دي بتيجي لنا ليه؟ بما تفسر هبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية بسبب نتيجة مرور انخفاضات جوية فوق البحر المتوسط وشمال يا شباب مصر. رياح رطبة محملة ببخار الماء تؤدي إلى طبعا البخار، لما أو احنا قلنا من شوية الحرارة بتختلف تؤدي إلى اختلاف الضغط الجوي، تؤدي لهبوب الرياح. الرياح لو محمل مصحوب بسائل اللي هو الماء، بخار الماء، يؤدي لسقوط المطر. طيب الرياح لو جافة تؤدي سقوط مطر؟ لا تؤدي إلى سقوط مطر، بتبقى رياح جافة. وهنشوف دلوقتي، يبقى هنا نتيجة مرور على انخفاضات جوية وإن الرياح الموجودة دي رطبة محملة ببخار الماء تؤدي إلى سقوط الأمطار، ويقل تأثير بقى المطر لما نتجه جنوبا، يعني وإحنا ماشيين اتجاه الصعيد، وإحنا ماشيين اتجاه الصعيد. طيب الرياح الشمالية التجارية، احنا قلنا نوعين من الرياح. الرياح الشمالية التجارية تهب من المناطق الباردة، تهب من المناطق الباردة في قارة أوروبا، يعني شمال مصر أهو، تمام، وتصل إلى مدينة المنيا. فين المنيا على الخريطة هنا؟ تمام كده شباب، رياح باردة جافة وتسمى بالموجات، يعني موجة باردة شديدة، وقد تؤدي إلى انخفاض شديد في درجة الحرارة. درجة الحرارة، زيك احنا قلنا المنيا أكثر منطقة تعرضا لمناخ متقلب. طيب
نيجي احنا قلنا دلوقتي نوعين من الرياح، وقلنا الرياح العكسية الشمالية الغربية دائما وأبدا مصحوبة بالمطر وسقوط الأمطار. نيجي نتكلم بقى عن المطر بقى. يعد فصل الشتاء فصل سقوط الأمطار الرئيسي في مصر، حيث يسقط خلالها نحو 90% من المطر السنوي، وتزداد كمية المطر السنوي على الساحل الشمالي بشكل عام. فصل الربيع بقى يا شباب، احنا بنشرح الخريطة أفضل، بنتكلم على فصل الربيع اللي هو شهر مارس وشهر ابريل وشهر مايو. شهر مارس وشهر ابريل وشهر مايو، يبقى انا عندي 3 شهور، مارس ابريل مايو اللي هو شهر 5، وابريل شهر 4. هنتكلم برضو على الحرارة والرياح والامطار. الحرارة تتعامد اشعة الشمس، فاكرين الخريف تتعامد اشعة الشمس على الاستواء، نفس القصة الربيع تتعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء، وقلنا دول الاعتدالين اللي هو درجة الحرارة هي نفسها درجة الحرارة في الربيع، بس الليل والنهار مساوي، فقلنا في اعتدال. هنا بقى يؤدي إلى إيه؟ بص معايا، تتعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة تدريجيا مع بداية الفصل الربيع مقارنة بدرجة الحرارة في الشتاء. تمام كده، انت طالع من شتاء، فشيء طبيعي بتبقى سنة الحرارة بتزيد شوية خلاص كده في الشتاء، ويسود الدفء خاصة خلال شهري ابريل ومايو، بيبقى فيه دفء في ابريل ومايو. طب نيجي نتكلم على الرياح. تتعرض مصر في الفصل ده لنوعين برضو من الرياح، الرياح الشمالية وبتهب على معظم مصر، الرياح يا شباب الشمالية، وعندي رياح الخمسين. طيب نتكلم بالراحة، ايه هي رياح الخمسين؟ هي رياح محملة بالأتربة خلاص كده والرمال، وتهب على مصر من المناطق الصحراوية طبعا الجنوبية على مصر خلال فصل يا شباب فصل الربيع، تهب نتيجة مرور منخفض جوي او انخفاضات جوية، بس هنا مش هتيجي بقى من الشرق زي اسيا والرياح، لا هتيجي من الغرب، يبقى جاية من الغرب الى الشرق، تأتي في شكل موجات تتراوح مدة كل منها من 2 إلى 3 أيام. الأمطار بقى، المطر قد تسقط الأمطار في فصل الربيع خلال شهر مارس وإبريل خاصة على الساحل الشمالي، وقد تسقط أمطار فجائية على جبال البحر الأحمر والصحراء الشرقية، وممكن تعمل سيول يا شباب طبعا، وعارفين السيول دي عبارة عن كوارث. نبدأ احنا دلوقتي شرحنا على الخريطة، نرجع بقى مراجعة سريعة كده بالراحة كده يا شباب، أحوال مصر في طبعا الأحوال المناخية. الأول هنبدأ نتكلم على الأحوال المناخية، أحوال مصر المناخية في فصل الصيف يونيو ويوليو وإيه يا شباب وأغسطس. الحرارة ترتفع درجة الحرارة، الحرارة بترتفع درجة الحرارة في مصر في فصل يا شباب في فصل الصيف. طيب ليه يا شباب؟ لأن الشمس بتبقى تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، قلنا مدار السرطان فين؟ في جنوب مصر، يبقى دلوقتي وبعدنا من شوية وقلنا من شوية تاني إن جنوب مصر مفيش إلا مدار السرطان، مفيش عندي جدي، مفيش عندي استواء، عندي مين؟ عندي مدار السرطان جنوب مصر، فتتعامد أشعة الشمس في الصيف على مدار السرطان. ايه اللي بيحصل؟ ترتفع درجة الحرارة، وجود اختلاف في درجات الحرارة ايوه في كذا مكان، نلاحظ ان الجهات الشمالية هي بتقل فيها درجة، الخريطة موضحة بتقل، شوف انت بتقل ثم طبعا او تبدأ تزيد تزيد زي ما انت شايف كده. تمام كده يا شباب، جنوب سيناء بيقل فيها درجة الحرارة بسبب الارتفاعات طبعا الجبلية. تمام يا شباب، الرياح تهب على مصر نوعين من الرياح، تتعرض مصر للرياح الشمالية الشرقية من آسيا، وتهب الرياح الشمالية التجارية من البحر المتوسط. يبقى هنا عندي رياح شمالية شرقية، الرياح الشمالية الشرقية دايما بتجينا من آسيا، والرياح الشمالية التجارية من البحر المتوسط، وطبعا جاف شباب الأمطار، مفيش مطر عندي في الصيف. بعد كده بتكلم على فصل الخريف. فصل الخريف يا شباب اللي هو سبتمبر تمام واكتوبر ونوفمبر، فصل الخريف فصل انتقالي ما بين الصيف
ما بين الصيف والشتاء. فصل يا شباب الخريف. نبص كده على فصل الخريف، هو فصل انتقالي تتعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء. ما عنديش هنا يا شباب استواء، استواء بره أراضي مصر والجدي مش موجود. يبقى تتعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء مما يؤدي لاعتدال درجة الحرارة يا شباب بصفة عامة. الرياح برضو تهب رياح شمالية وشمالية غربية. الأمطار يبدأ سقوط المطر القليل على الساحل الشمالي، وقد تسقط الأمطار فوق جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وبتعمل كوارث زي ما احنا قلنا. يعد فصل الخريف أفضل الفصول، أيوة أفضل الفصول بسبب اعتدال درجات الحرارة وعدم وجود تطرف مناخي زي ما احنا قلنا. بعد كده بتكلم على شباب فصل ايه، بالراحة ماشيين واحدة واحدة كده، بتكلم على فصل ايه، فصل الشتاء اللي هو شهر ديسمبر وشهر يناير وشهر ايه فبراير. شهر ديسمبر، شهر يناير، شهر ايه فبراير، تتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي. عندي مدار جدي في مصر؟ طبعا لا. عندي مدار سرطان في مصر؟ عندي دائرة الاستواء؟ طبعا لا. طيب هنا بقى تتعامد أشعة الشمس على ايه الجدي. يبقى في نصف الكرة الجنوبي خلاص من قارة أفريقيا والعالم كله بيبقى صيف، واحنا عندنا مصر في نصف الكرة الشمالي، إذن يبقى احنا عندنا ايه شتاء. طيب انخفاض درجة الحرارة، ايوه. الرياح قلنا نوعين، رياح عكسية شمالية غربية تسقط من خلالها الأمطار، ورياح شمالية تجارية بتجيب برد لغاية طبعا وايه طبعا تهب من المناطق الباردة في أوروبا، وتصل هذه الموجة الباردة إلى ايه المنيا، ورياح باردة جافة تسمى بالموجات الباردة. قلنا المطر بتاع مصر مطر ايه يا شباب؟ مطر شتوي. المطر في مصر قلنا مطر ايه شتوي. بعد كده فصل الربيع قلنا مارس ابريل مايو، الحرارة تتعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء يؤدي لارتفاع الحرارة تدريجيا مع بداية الفصل. خلاص وعرفنا انه يبقى في دفء في طبعا ايه في شهر ابريل وشهر مايو. الرياح قلنا عند الرياح الشمالية وتهب على معظم انحاء مصر، وعندي رياح الايه الخمسين، الرياح المحملة بالأتربة والرمال والغبار تؤدي الى تلف طبعا المحاصيل لو عدت على محاصيل، وبتعمل ايه اختناق واذى في العيون، وطبعا بتجينا في مصر يا اولاد بتجينا من الايه من الغرب. هنا بقى من الغرب قادمة من الغرب الى ايه الشرق. والامطار قد تسقط الامطار في الربيع بس في شهر مارس وابريل وخاصة على السواحل، وقد تسقط الامطار فجائية على جبال سيناء والصحراء الشرقية وتؤدي الى حدوث سيول. كده انا شرحت الدرس باستفاضة، ونشوفكم على خير في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.